السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا صار حبكم متابعيني في كل مكان. في حد اتصل على جامعه بيقول شفت تعبان ضخم جدا ماشي في الارض الزراعيه، طبعا مش عارفين التعبان كده ما استقرش في مكان. تعالوا يا جماعه مع بعض نشوف التعبان موجود بالفعل ولا هرب، فدعواتكم معانا ان شاء الله. هنا وصلنا المكان اهو. هنا انا شارك المسألة. يا باين أو موجودة عندك قرب. أو راسه أيوة. لك زلمة محمد ليه بالذات؟ ثلاث في المية. خليك يا حبيبي القاعة. خليك يا حبيبي نبص عليك. انا هنا. وهنعمل سد هنا وهنرش شوية المية دول. بس حاجة متعقدة. هاي هاي هاي. زهرته اختفت تاني. سد هرش عليها عشان وات ان شاء الله. طبعا يا جماعه هي بتطلع دماغها من الجحر وبترجع تاني. اهي اهي بص هي كده في جحر استاكوزا. سد حاجه ما تقلقش، سد عشان نرش الميه دي هتظهر. يلا حاج يلا ورش اي حاجه كده على طول. يلا ذكر 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 ها دور داي. بص خلي عينك انت هنا هي كده ما اتحركتش هنا. طبعا احنا كده ان شاء الله هننزح شويه الميه دول هتظهر. طبعا هي بمجرد ما المسك يقرب منها بترجع بالوراني الشكل في جحر ورا منها. ارجع له ورجع له الدار. ارجع له الدار. ارجع له الدار بجد. انا هجيلها هي زيرتك. طب السيف هي دماغها باينه يا حاج عبد التواب، في جحر ورا منها مجرد ما الماسك بيلمسها بتجي راجعه بالوراني على طول. انا شايفها دي. خلوا الدنيا عند العربية عند العربية. ايوه ماشي 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 مستر يا سيدي. خلاص يا حبيبي خلاص. يا جماعه الكوبر في فصل الصيف طبعا بتبقى شرسه جدا. مش مكان مناسب.
تعال. في حاجة هنا. في حاجة هنا؟ لا لا تلاقي فيها. اقعد عشان قدام. طبعا طولها حوالي متر و60 سم. زي ما قلت لحضراتكم في فصل الشتاء الصيف تبقى سرعه التعابين سريعه جدا. زي ما حضراتكم شفتوا التعابين دلوقتي كلها في الميه. الكوبري طبعا طلع حوالي متر و50 سم او متر و60 سم. هذا يا جماعه زي ما وعدناكم يعني بالكوبري. هذا هو النبي الثاني. تعال اسمك ايه؟ تعال تعال ما تخافش. تعال تو خلي البس هنا. طبعا يا جماعه تعال ما تخافش هنا. تعال هنا جنبي. طبعا يا جماعه الحمد لله ربنا ستر. امسك كده. طبعا يا جماعه الحمد لله ربنا ستر على عم احمد كان بيسقف الزرع. الحمد لله هنا ما دس فيها زي ما حضراتكم شفتوا. هي كانت في الميه. الحمد لله ان ربنا ستر عليه. والحمد لله برضه احنا يعتبر جبناها بسرعه ما عودش. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر زي ما وعدت حضراتكم كل يوم جديد.